كرة حارس يوار الإداري بتاع يعني كل دول كانوا النجوم اللي كانوا بيعلقوا. حاليا بس جت فترة يعني حضرتك برضو في الجيل ده كان يمكن في الكابتن حلمي طولان دخل شوية، كابتن فوزي سكوتي، الحكم الدولي الراحل طبعا الكابتن محمد حسام الدين، بس الكلام ده كله توقف يعني توقف. كابتن إبراهيم يوسف راح الله يرحمه كان يعني دلوقتي يا أستاذ أيمن كل من يتقدم امتحانات التعليق الوصف التفصيل لمباراة كرة القدم كلهم من الهواة تقريبا. يا ابني انت لعبت كرة فين؟ يقول لك والله لعبت كرة في الساحة الشعبية بلدنا او مش عارف في النادي ايه كده يقول ايه. انا بتساءل لماذا يحجم نجوم كرة القدم المعتزلون ممن كان لهم باع طويل في كرة القدم؟ انا برجع هذا الامر الى استوديوهات التحليل، كلهم بيروحوا على استوديوهات التحليل، اولا القعده حلوه بعدين الاضواء عليهم وهم بيتكلموا بدل ما وانت بتعلق يمكن الكاميرا ما بتجيش عليك في خاصه في الاذاعه او حتى في التلفزيون، لما انت طول ما انت بتقول في استوديو التحليل الكاميرا عليك ومعروف اضافه الى ان يعني انا بقول يعني انه يجب ان يتضاعف الاجر المادي الذي يعني ياخذوا اللي بيعلق المعلق المعلق لازم. ويعني انا بستحس اللعيبه القدماء انهم يعني يجوا علشان هم دول يثروا عقل الوصف والتفصيل لمباراه كره القدم، لانه ليهم تجاربهم وليهم تاريخهم، يقدر يتكلم عن الحقبه التاريخيه اللي لعب فيها والنجوم اللي كانوا معاه ويدي ثقافه رياضيه. يعني مثلا يجي المعلق من دول عايز معلق يا ابني هل تعلم متى انشئ الاتحاد المصري لكره القدم؟ متى بدات بطولات افريقيا لكره القدم؟ الله يا ابني الكره او التعليق او الوصف التفصيل للمباريات مش فلان ادى الكوره وخدها منه فلان وبعدين جاب، لا ده انت المفروض تديني ثقافه رياضيه. المتلقي اللي بياخد منك سواء عن التلفزيون او عن الاذاعه لازم تثقفه وتقول له الكرة دي شكلها ايه، متى نشأت، البطولات بتاعتها، النجوم بتوعها، الدوريات بتاعتها، وخاصة فيما يتعلق بالكرة المصرية ما عندهمش الثقافة دي. لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نديهم دورات تدريبية ونعلمهم ونديهم يعني محاضرات في التحكيم والى اخره الى اخره الى ان يأذن الله ونشوف نجوم الكرة يعودوا الينا مرة ثانية في عالم. هو الحقيقه المثال يمكن على الكلام اللي حضرتك قلته الكابتن احمد شوبير، يعني احمد شوبير هو كان معلق وبدا بالتعليق وعلق يمكن على كاس الامم الافريقيه انا ما فيش عليه 98 وبعدين اتجه للاستوديوهات التحليليه وهو الحقيقه بارع في الاثنين يعني طبعا يعني ما فيش على الساحه دلوقتي من المعلقين اللي اقدر يعني مش عايز انا يعني طب مين من المحللين اللي حضرتك بتشوفهم في الاستوديوهات دلوقتي ينفع معلق؟ كتير يعني كثير منهم ممكن ينفعوا معلقين. زي مين يعني من اللي حضرتك بتشوفهم يعني؟ يعني مثلا كثير يعني فاروق جعفر مثلا، اخونا الكابتن ايمن يونس ممكن دول ممكن ينفعوا معلقين. ممكن بعض النجوم الاهلي برضو المشاركين في ممكن ان يعني اهلا بهم والله يا ريت والله يثروا الحقد يعني ويخلوه كده ويدوا حيويه انا لما اسمعك واقول هذه المباراه يعلق عليها الكابتن فاروق جعفر مثلا او الكابتن اكرامي الناس عارفه مين اللي بيعلق. الله ده اللعيب الكبير اللي كان عنده مصداقيه يقول لك ده لما يدور على دي فاول 100% عاصرها وهو يلعب وخد فاول زي الفاول اللي بيقول عليه ده. طب والصحفيين بقى اللي بيعلقوا والصحفيين وماله اهلا بيه والله لانه دول عندهم ثقافه رياضيه ممكن ان يثروا بها الحقل الرياضي يعني اثناء ما بيعلق. انما انك تقول لي والله انا اصلا كنت بلعب في الساحه الشعبيه مين يعني ايه نجوميتك في الكوره عشان تخليك تبقى معلق يعني ماله. نفس الامر ده يعني حتى انا بقولش الكلام ده على التعليق عندنا. طب انظر الى المعلقين او اللي بيقولوا الوصف التفصيل للمباريات في القنوات العالميه
شوف ايه تاريخهم الكروي؟ ما فيش ما تعرفش ليه بيجوا برضو النجوم الكبار كمحللين. وبعدين احنا يعني لا اريد ان يجب ان كل مصر ليها فيها مدرسه في التعليق الرياضي الوصف التفصيل المباريات. هذه المدرسه يجب ما فيش مدارس اخرى يجب انها يعني تعلو عليها او تتفوق عليها. لا نريد المدرسه المصريه في التعليق هي اللي علمت الناس. كل الناس اللي اصبحوا معلقين في انحاء العالم العربي اتعلموا على ايدي المعلقين المصريين، كابتن لطيف وكابتن حسين مطبور وكابتن علي ثيوي وكابتن ميمي الشربيني، كلهم دول اخذوا الدروس منهم، خاصة الكابتن لطيف كان أستاذ في هذه العملية وهو اللي منه أخذوا كل أخذت كل الأفواه التي تقول وتتحدث عن التعليق. طب حضرتك يعني كرئيس لجنة المعلقين ورئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي واللجنة بتضم الحقيقة قامات كبيرة جدا صحفية ورياضية، يعني عارف ان حضرتك بداتوا عملتوا دوره تدريبيه او ما الى ذلك، بس الدوره التدريبيه للناس اللي موجوده، هل في فرصه انه يبقى في تستقبلوا نجوم او تحثوا نجوم من النجوم الكبار؟ بس يجونا بس. طيب دي دعوه من خلال قناه الاهلي ان هم يعني يجوا مع حضرتك. علاقه حضرتك بقى بالصحافه والصحفيين والتاريخ مع قامات صحفيه كبيره واعلاميه ورياضيه، واعتقد انها مستمره طبعا لحد الان مع عدد كبير من الصحفيين والرياضيين. انا عاصرت عمالقه النقد الرياضي